خبز الفول السوداني خالي من الجلوتين. نطحن الفول السوداني بمحضرة الطعام، وهيك بناخد 1 كوب 100 جرام بعد ما طحناه. هذا كل شيء. نضيف ال1 كوب 100 جرام فول السوداني وبيض عدد 2 وبيكنج باودر 0.5 معلقة صغيرة وقليل من الملح حسب الرغبة، ونقلبهم مع بعض، هيك أصبحوا جاهزين. ممكن نعمله بالمقلة على ورق الزبدة طاسة ونغطيها عشان الرطوبة ما تطلع منها، أو ممكن نعمله هيك في القالب على ورق الزبدة نعملها بالمقلة ونغطيها، هيك أصبح جاهز. ممكن نعملها بالفرن أيضا على 200 درجة مئوية تقريبا، 180-200 درجة مئوية، شغل الفرن من الأعلى والأسفل. يجب استخدام ورق الزبدة تقريبا، لازم نرقبها، ممكن تأخذ ربع ساعة. في عندي أكثر من 600 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.